السلام عليكم. اهلا وكيف؟ نعم. الو الو لي بس. السلام عليكم. معلش يا شيخ، السلام عليكم وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. بقول لحضرتك في سؤال كده، لو الزوجة مثلا عاوزة تروح عند بيت ابوها، انا محدد لها يومين في الشهر مثلا، وبعدين وهي مثلا عاوزة تروح كل شوية، انا قلت لها يوم ما يومين في الشهر. انت شديد ليه كده؟ ما تخليك سهل يعني. ما بس عشان هو في شغل وفي ارتباطات، عشان كده انا قلت لها يومين في الشهر او كل جمعة، يعني كل 15 يوم تروح مرة. هل ده مخالف للشرع ولا؟ لا مش مخالف للشرع، بس على حسب الاحوال يتأتى الاذن من عدمه. يعني ان كانت تروح عند امها تنفس عن نفسها، وانت عيشتك نكد وتحب تروح عند امها تهوي نفسها بعض الشيء، فيعني خف شويه. لما تلتقى، اذا هي وجدت زوجها يحبها ويكرمها وكلامه طيب، هتؤثرك عن اهلها احيانا. لكن وجدك تجدك كابوسا في البيت، عبوس قمطرير وشديد، فطبعا انت لك راح لامي. هو يا شيخ معلش يعني حضرتك، هو انا بخاف بتروح هناك عشان مشاكل مش اكتر. على كل حال، الذي تفعله انت لست باثم فيه، هذا جائز لك، ولكن نرجو الرفق، لقول الرسول: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. جزاك الله خيرا. ويا سؤال ثاني حضرتك. يا رب ما يكون مثل الاول. لا.